خلينا ننتقل إلى صحيفة الصيحة، ومنها نقرأ: ضبط قارب مصري داخل المياه الإقليمية السودانية. أكد والي ولاية البحر الأحمر علي أحمد حامد وقوع اشتباك مع قوة مصرية أثناء مطاردة قاربين داخل المياه الإقليمية، وكشف عن ضبط قارب ومطاردة الآخر حتى دخوله المياه المصرية. وأشار علي حامد إلى ضبط قارب داخل الحدود البحرية للسودان وهروب آخر إلى المياه المصرية بعد مطاردة من القوات السودانية، ما أدى إلى اشتباك أسفر عن إصابة طفيفة لأحد الجنود السودانيين، وجرى نقله لتلقي العلاج بالمستشفى العسكري في بورت سودان. وقال القوات البحرية السودانية بحسب إفادة القوات المسلحة وهي المعنية بالملف، طاردت قاربا تجاوز النقطة الحدودية المسموح بها، وأظن أنهما كانا قاربين. تم ضبط قارب بينما هرب الآخر من داخل منطقة الوجود المصري. أستاذ عبد الحميد، نناقش هذه القضية وهذا الملف تحديدا بعد فاصل قصير، نمضي ونعود بعده مشاهدينا، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأنتم تتابعون معنا منشطات سودانية لهذا اليوم في فقرتها التحليلية. سعداء جدا أن يكون معنا ضيفنا أستاذ عبد الحميد عوض، المحرر العام بصحيفة السوداني. أستاذ عبد الحميد، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن من صحيفة الصيحة، نقلنا ضبط قارب مصري داخل المياه الإقليمية السودانية. الحادثة في حد ذاتها تعتبر تطور نوعي، رغم أنه هنالك في تصريحات إنها جاءت عن طريق المصادفة، ولكن تعتبر هذه أول حادثة تبادل لإطلاق نار بين قوات مصرية وسودانية. كيف تقرأ هذا التطور؟ حقيقة زي ما ذكرت أنت إنه هو تطور خطير جدا في المنطقة، في على الحدود السودانية المصرية. أستغرب إنه هو مثل هذه الحادثة مرتبطة بالأمن القومي والعلاقات الخارجية الدبلوماسية إنه يكون التصريح صادر من والي. توقعنا إنه الحادثة هي لا يومين تقريبا، إنه يكون في بيان يا إما من القوات المسلحة يا وزارة الخارجية تبين فيه ماذا حدث، ماذا جرى، والموقف منه. لكن عموما تطور ربما يكون تفاديا للتصعيد، يعني ما أعتقد إنه هي تصعيد إذا كان أنت كشفت عن معلومة حقيقة. يعني ما أعتقد يعني إنك تسكت أنت كل مرة عن بعض التجاوزات. لكن يقرأ في سياق عام، في سياق في توتر حاصل في العلاقات السودانية المصرية، ما زالت مصر بتمارس يمكن نسميه استفزازات على الجانب السوداني بسبب أكثر من قضية. واضح إنه لاحظت إنه محي الدين إنه بعد إنه مصر القاهرة تنازلت عن جزيرتي صنافير وتيران وصنافير للسعودية، إنه بقت أكثر تشددا في الملف في حلايب، ويبدو إنه بتمارس شيء ممكن نسميه التعويض الذاتي، أو بترسل رسائل للداخل إنه نحن حريصين على حلايب ولا يمكن التفريط فيها، أو تعويض اللهم على عن التنازل اللي كان مرفوض بصورة كبيرة من الرأي العام المصري. محتاج السودان إلى أنه يقرأ الوضع صح، وأنه الاستجابة لهذه الاستفزازات تكون بقدرها، بقدر معلوم يعني. لكن تظل يعني مؤشر خطير هذه الحادثة في العلاقة بين القوى. اللافت أن الجانب المصري في هذه الحادثة نقل الاشتباكات وبعض الممارسات إلى خارج المثلث. زمان كان في ممارسات، الحكومة السودانية تتحدث عن اعتقالات يعني بالمئات أو بالآلاف للمواطنين السودانيين من داخل مثلث حلايب. الآن اللافت أن الجانب المصري نقل إلى خارج المثلث، حادثة الأخيرة في ميناء أوسيف طبعا. ألا يكشف ذلك عن سياسة توسعية إلى خارج منطقة حلايب؟ لا، أنا أستبعد ذلك، إنه ما في سياسة توسعية من القاهرة الآن في هذه الفترة، إنما هي فقط كما قلت بتبحث الرسائل للداخل في مصر، بتبعث رسائل أيضا للخرطوم، في بريد الخرطوم فيما يتعلق بكثير من القضايا. لكن ما في إمكانية الآن في تقديري إنه لمصر إنها تدخل في حرب طويلة، أو تخش في خطوات غير محسوبة العواقب. فهي رسائل بكرر إنها هي رسائل مقصود بها الداخل المصري، بيشهد عدم استقرار سياسي، بيشهد عمليات أمنية كبيرة غيره، رسالة للخرطوم فيما يتعلق بكثير من الملفات، ملفاتها في علاقة كما تدعي علاقاتها بالأخوان المسلمين، أو مواقفها من سد النهضة، أو مواقفها من الملف الليبي.
فهذه هي الرسائل التي تريد أن توصلها. ما هي الحلول المطروحة على طاولة الخرطوم الآن للتعامل مع هذه التطورات؟ حسب المعلومات إنه يعني الحكومة هي عاملة بسياسة النفس الطويل، وإنه لا يمكنها أن تستجيب في هذا التوقيت لأي استفزازات، مش على مستوى مصر. هي شغالة في سياسة سياسة العدوان الصفري. ما العدوان الصفري؟ هي يعني إنه ما تكون في أي عداوة للسودان في 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 الفترة الحالية مع أي جهة خارجية في هذا التوقيت. ودي سياسة أعتقد إنه هو بشري بفعالية مباشرة بروف غندور، هي دي سياسة جابها، وربما هي بصمته التي وضعها في الخارجية حتى الآن.